السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا خايفين على الذاكرة بتاعتنا مهما كبرنا ان هي تتأثر مع الزمن ويحصل لنا الزهايمر. طلبة المدارس، طلبة الجامعات، طلبة البكالوريوس، طلبة الماجستير، الدكتوراه، رجال الأعمال، كلهم عايزين يعرفوا ايه الأغذية اللي تساعدهم على الحفاظ على الذاكرة بتاعتهم، وهل لو بدأ تراجع في الذاكرة الأغذية اللي أنا هقولها النهاردة دي تساعد على استعادة الذاكرة بناء على دراسات مثبتة. إن شاء الله هتناوله في هذا الفيديو ببساطة واختصار. أهلا وسهلا بكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. يا ترى إيه هي الأغذية دي؟ ويا ترى ايه الكم المسموح لينا وايه الوقت المناسب لتناولها؟ وده اللي هنتعرف عليه النهارده في هذا الفيديو. من اول نوع من هذه الاغذيه وهو الخضروات. مهم اول الخضروات تكون في حياتنا، لان الخضروات كلها غنيه بالالياف ومضادات الاكسده والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي بتحسن وظائف الدماغ. طب ايه احسن انواع الخضروات وافضل انواع الخضروات اللي بتحسن فعلا وظائف الدماغ وتعمل عليها دراسات؟ اول حاجة الافوكادو. الافوكادو بيحتوي على نسبة دهون مفيدة للدماغ، بيحتوي على فيتامينات، على املاح معدنية، على مضادات اكسدة، بيحسن من نقل الاشارات العصبية بين خلايا الدماغ وبين بعضها، وبيحسن القدرات العقلية والتركيز والذاكرة وحفظ المعلومة واستعادة المعلومة مرة تانية. فمفيد لينا كلنا ومفيد لطلبة المدارس والطلبة اللي كلهم بيذاكروا واللي هم عايزين يحصلوا سكور كويس. الأفوكادو نتناوله قد إيه؟ نتناوله بمعدل 3 مرات في الأسبوع. لو تناولنا واحدة أفوكادو 3 مرات في الأسبوع هتفرق معانا جدا في تحسين الذاكرة. تاني نوع من الخضروات وتعمل عليه دراسات كتيرة قوي وهو البروكلي والخضروات الورقية الخضراء. كل ما هو أخضر مفيد لصحة الدماغ، زي ما قلت حالا، نظرا لاحتوائه على ألياف وأملاح معدنية وفيتامينات ومضادات أكسدة، كل ده بيحسن وظائف الدماغ وبيحسن نقل الإشارات العصبية بين خلايا الدماغ وبين بعضها، وبيساعد فعلا على تحسين الذاكرة والوقاية من مرض الألزهايمر. أيضا من الأغذية التي يجب أن نحرص عليها نوعين من البروتين. أول نوع بروتين وتعمل عليه دراسات كتير قوي وهو البيض، وده أنا تناولته في فيديو سابق بالتفصيل. طب ليه البيض بيحسن صحة الدماغ؟ لأن البيض بيحتوي على مادة الكولين اللي بتدخل في تكوين الناقل العصبي أسيتيل كولين، اللي هو مسؤول عن نقل الإشارات العصبية بين خلايا الدماغ وبين بعضها، بالإضافة إلى أن هو بيحتوي على دهون مفيدة بتحسن وظائف الدماغ، بيحتوي على فيتامينات وأملاح معدنية كلها بتحسن وظائف الدماغ. وزي ما تعرفنا في الفيديو السابق، البيض بيرفع نسبة الكوليسترول النافع اللي هو HDL وليس LDL، فمفيد لنا كلنا تناول البيض يوميا على الأقل بيضتين يوميا، والناس الرياضيين يتناول من 4 بيضات ل5 بيضات يوميا، وياريت البيض يكون بلدي أو متربي في مراعي موثوق فيها، مهم ما يكونش متعرض للهرمونات. مهم جدا البيض لتحسين الذاكرة كما ذكرت في فيديو سابق، ومهم جدا نحرص على تناوله. تاني نوع من البروتين أثبتت الدراسات إن هو له دور فعال في تحسين الذاكرة وهو سمك السلمون وسمك السردين، وده نظرا لأن سمك السلمون والسردين بيحتوي على نوع من الدهون المفيدة لصحة الدماغ وهي الأوميجا 3، اللي بتساعد على تحسين وظائف الدماغ كلها والحماية والوقاية من مرض الألزهايمر، وبتساعد أيضا على زيادة نسبة النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة، فبتدينا شعور بالراحة النفسية والسعادة بعد تناولها. هل في أغذية تانية؟ في أغذية تانية مهمة قوي. يا ترى إيه اللي ناكله لما نكون كده عايزين نتسلى ونحسن الذاكرة بتاعتنا وفي نفس الوقت نحسن المود؟ 3 أنواع من المسليات فعلا لها دور فعال في تحسين الذاكرة، وده مهم قوي لينا كلنا والطلبة اللي بيذاكروا كلهم، بالذات لما متعرضين لتوتر وقلق. أول نوع من التسالي وهو الشوكولاتة الغامقة. الشوكولاتة الغامقة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتساعد على تحسين الذاكرة، وبالذات الشوكولاتة اللي بتحتوي على نسبة 70% من مادة الكوكا فما فوق، لأن المادة دي مادة الكاكاو الخام اللي هي 70% بتحتوي على مضادات أكسدة، مضادات التهاب، فيتامينات، أملاح معدنية، بتحسن وظائف الدماغ كله وبتزود النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة، فبتدينا الشعور بالسعادة. حلو قوي يكون الشوكولاتة الغامقة موجودة معانا، وحلو قوي لو معاها فنجان قهوة. لو شوكولاتة غامقة ومعاها فنجان قهوة هتلاقي تركيزك رائع جدا، وبتحفظ المعلومة وتسترجعها بسهولة، وفي نفس الوقت بتحسن المزاج والمود
وده المطلوب لينا كلنا، ان احنا ذاكرتنا تكون كويسه وفي نفس الوقت نحسن المزاج والمود. تاني نوع من التسالي وبنصحكم بيه بشده، وهو بذور القرع او بذور الكوسه او اللب الابيض المعروف عندنا. عندنا في مصر معروف باسم اللب الابيض، وهو له اسامي تانيه بذور القرع او بذور الكوسه. اللب الابيض ده غني جدا بمضادات الاكسده، غني جدا بدهون مفيده جدا لصحه الدماغ، غني جدا بالاملاح المعدنيه والفيتامينات، فبالتالي له دور مهم جدا في تحسين صحه الدماغ، لدرجه الدراسات اثبتت ان هو بيساعد على تكوين خلايا جديده للدماغ من كتر ما هو مفيد لصحه الدماغ. وده مهم جدا نحرص على تناوله. والعيار بتاعنا هو ملو ايدينا وهي مضمومه، ملو ايدينا وهو مضمومه بين الفطار والغداء او بين الغداء والعشاء، او لو احنا بنذاكر وبنركز وعايزين نستوعب المعلومات بسهوله وبيسر وفي نفس الوقت نحسن المود بتاعنا. ثالث نوع من التسالي وانصحكم بيه بشده ايضا، وهو المكسرات كلها. مكسرات كلها نظر لاحتوائها على دهون مفيده لصحه الدماغ، ونظر لاحتوائها على فيتامينات واملاح معدنيه ومضادات اكسده، بتحسن وظائف الدماغ كلها وبتساعد فعلا على زياده وحسن نقل الاشارات العصبيه بين خلايا الدماغ وتحسين المزاج في نفس الوقت. بس مهم جدا نعرف افضل انواع المكسرات هو عين الجمل، وهو من كتر ما هو مهم للدماغ عين الجمل، سبحان الله شكله كده من بره زي الدماغ بالظبط. وعين الجمل مسته ايه؟ ان هو بيفرق عن بقيه المكسرات ان هو غني جدا بالاوميجا 3، والاوميجا 3 مفيده جدا لصحه الدماغ وبتساعد على تحسين وظائف الدماغ كلها وبتزود النواقل العصبيه المسؤوله عن السعاده. بس هقف هنا عند المكسرات. المكسرات من الحاجات المفيده جدا بس سعراتها عاليه جدا، فيطبق عليها الايه القرانيه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو ملو ايدينا وهي مضمومه. ايضا من الحاجات المفيده قوي بالنسبه لنا بتحسن الذاكره والتركيز بصوره فعاله، نوعين من الفواكه. اول نوع وده اتعمل عليه دراسات كتيره، وهو التوت البري. التوت البري غني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده، وفي نفس الوقت الالياف المفيده لصحه الدماغ. التوت البري ومهم جدا ان يكون موجود في النظام الغذائي بتاعنا، بس هو الفكره ان هو موجود في مواسم معينه وسعره غالي. طب هل ممكن انواع تانية من الفاكهه يا دكتوره سامية تكون مفيده بالنسبه لنا وتحسن صحه الدماغ لو احنا مش متيسر بالنسبه لنا التوت البري؟ الفواكه الغنيه بفيتامين سي زي البرتقال زي الجوافه ايضا لها دور فعال في تحسين صحه الدماغ، بس طبعا التوت البري اقوى لانه بيحتوي على نسبه مضادات اكسده اعلى وفيتامينات واملاح معدنيه اعلى. بس هذا لا يمنع ان الفواكه الغنيه بفيتامين سي، فيتامين سي مضاد اكسده قوي جدا، مضاد التهاب قوي جدا، بيحسن وظائف الدماغ كلها وبيحسن قدرات العقليه وبيحمينا من مرض الالزهايمر. ايضا من الاغذيه المفيده لصحه الدماغ وهو نوع من التوابل، وهو الكركم. الكركم اتعمل عليه دراسات كتيره قوي، ونظر الاحتواء على ماده الكركمين، الماده دي مضاده اكسده مضاد التهاب قوي جدا، بتحسن صحه الدماغ وبتشيل التهابات من الدماغ كلها، واحنا وانصل التهابات اتشالت من الدماغ بتحسن وظائف الدماغ وبتحسن القدرات العقليه وبتحمينا من مرض الالزهايمر وبتحمينا من مرض الاكتئاب. بالاضافه لما ذكرت سابقا مهم جدا نعرف المشروبات اللي انا ذكرتها في فيديو سابق بتحسن وظائف الدماغ، مهم جدا نعرف ايه الاغذيه اللي بتدمر الدماغ وبتدمر خلايا الدماغ وبتدمر الذاكره، ودي هتناولها في فيديو اخر. مهم جدا نعرف ايه افضل المكملات اللي هتحسن وظائف الدماغ، ودي هتناولها في فيديو اخر ان شاء الله. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.